للوقوف على الوضع الاقتصادي في سوريا، معنا هنا في الاستوديو السيد محمد عبد الظاهر، صحفي اقتصادي متخصص ومساعد رئيس تحرير مؤسسة زاوية، احدى الخدمات الاقتصادية التابعة لتومسون رويترز. مساء الخير، اهلا بك معنا سيد محمد. ومعنا ايضا السيد سمير سعيفان، الاقتصادي السوري والمعارض المستقل، اهلا بك معنا. ابدا معك سيد سعيفان، إلى أي درجة اليوم الوضع الاقتصادي صعب في سوريا؟ يعني كما ورد معنا في التقرير الأخير، حتى الخبز، يعني اليوم المواطن السوري يعاني كثيرا من أجل ربطة خبز. الاقتصاد السوري بشكل عام يتراجع بشكل شديد جدا نتيجة الأحداث التي قامت منذ آذار 2011 حتى اليوم، لأن هناك بطالة كبيرة بسبب تراجع السياحة إلى درجة صفر، تراجع الصناعة بشكل كبير، تراجع الزراعة، عدم قدرة الناس الذهاب للعمل في الأرض بسبب عدم تدفق الاستثمارات من الخارج، توقف الاستثمار بشكل كامل، توقف الانفاق الحكومي الذي حول بمعظمه إلى الانفاق العسكري، يعني وضع صعب إلى حد بعيد. البطالة اليوم تتجاوز 40%، هناك 3 ملايين سوري غادروا بيوتهم إلى أماكن أخرى، خرجوا قوة العمل من هذه 3 ملايين خرجت وتحولت من قوة عمل إلى فئة مستهلكة، هذا إضافة إلى التدمير الواسع، هناك عدم إمكانية للانتقال والنقل سواء البضائع والأشخاص، فالحياة صعبة جدا، إضافة إلى استمرار عمليات الحكومة بالضرب والقصف، فالحياة اليومية صعبة، وتلجأ الحكومة بشكل خاص، يلجأ النظام بشكل خاص إلى معاقبة المناطق التي تنمو فيها الانتفاضة بشكل كبير أو يتواجد فيها الجيش الحر، إلى عقاب اقتصادي إضافة إلى العقاب العسكري، لذلك الحياة صعبة جدا بالنسبة للناس حتى لتوفر عموما الأساسيات، إضافة لارتفاع الأسعار وتراجع الدخول. سيد محمد، إذا ما تحدثنا عن أرقام أكثر وإحصاءات منذ بداية الأزمة السورية، إذا ما تحدثنا مثلا بداية عن الليرة السورية، انهيار الليرة السورية منذ بداية الأزمة السورية وحتى اليوم. وبالفعل شهدت العملة السورية انخفاضا شديدا منذ اندلاع الثورة حتى الآن. فلو وقفنا على بعض الأرقام الثابتة منذ بداية إبريل حتى مايو 2011، انخفضت بنسبة 15% مقارنة بالدولار، ثم تبع ذلك حتى نهاية الربع الثالث انخفضت بنسبة 25%، حتى نهاية العام 2011 زاد الانخفاض حتى وصل إلى 35%. بداية الربع الأول من حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2012 انخفضت بنسبة 45%، ومن المتوقع مع نهاية هذا العام أن تنخفض العملة السورية مقارنة بالدولار بنسبة 60%. والسبب في ذلك واضح جدا في ظل الاضطرابات الحادثة في سوريا واستئثار النظام السوري بالنقد الأجنبي، شراء الأسلحة، بشراء واردات البترول من النقد الأجنبي. فمثلا لو نظرنا إلى عوائد البنوك أو الودائع البنوك السورية منذ بداية الثورة السورية، قبل الثورة بشهرين وصلت العوائد إلى ما يقارب من 30 مليار دولار، الودائع 30 مليار دولار داخل المصارف السورية. بعد عام من الثورة نقص هذا الخزين الدولاري بنسبة الثلث، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى النصف، أي يصل نسبة الودائع إلى 15 مليار دولار مع نهاية العام الحالي. يعني تعقيبا على كلام الأستاذ سمير بخصوص البطالة، يعني صندوق النقد الدولي أكد في تقرير منذ شهرين أن ارتفاع نسبة البطالة في سوريا وصل إلى 60%، وهذا رقم ضخم، وخاصة وسط القوى العاملة من سن 15 إلى سن 25. وتعقيبا على ذات الرقم، أيضا هناك تقرير من المكتب الإحصائي السوري، وهذا تقرير رسمي لا نشك فيه، أيضا أثبت أن نسبة البطالة وصلت إلى 35.8% بين كل الفئات. وهذا ما نشاهده، يعني هذه النسب مقارنة مع دول أخرى، يعني وفق التقرير اللي عم تحكي عنه حضرتك، يتصدر المنطقة العربية اليوم سوريا من حيث معدل البطالة. تتصدر دول الربيع العربي كلها أجمعها، يعني هي وصلت إلى 60%، هذا الرقم حتى نهاية النصف الحالي من العام، فما بالك مع نهاية العام أظنها تصل إلى 70 أو يتجاوز هذا الرقم قليلا.
كم تفضل. دعيني أعلق وأعقب بسرعة وسأجيب على نفس السؤال. أولا هناك 27% من العاملين يعملون لدى الدولة واستمروا عموما، أعتقد 60% لفئة عمرية محددة صحيح، ولكن على مجمل قطاع قوة العمل السورية لا يتجاوز 40، و40 هو يعني هناك عموما أكثر من 2.5 مليون عاطل عن العمل، وهذه كبير يعني هذه مسألة. في مسألة انخفاض قيمة الليرة السورية كان هناك توقع أن يكون الانخفاض أسرع من ذلك، لأن انخفضت من 46.5 بآذار 2011 إلى حاليا حوالي 70 ليرة سورية بحدود 50%. الدولة تحرص، النظام يحرص على أن يبقي السعر إلى حد ما، استخدم كل الاحتياطيات الموجودة، لأن السعر عموما في الدولار بالنسبة للليرة السورية يتحدد بمقدار العرض والطلب في أسواقه، في السوق الداخلية بالدرجة الرئيسية وفي الخارج. العرض انخفض إلى حد بعيد لأن تحويلات العاملين كانت تقدر ب 2.5 إلى 3 مليار دولار توقفت، 3 مليار دولار من السواح الخارجيين توقفت، 1.5 مليار دولار استثمار خارجي توقف. فبالتالي بالمقابل أيضا تراجع صادرات النفط التي كانت 2010 5.5 مليار دولار، فبالمقابل خرجت من السوق السورية بحدود 10 مليار دولار رؤوس أموال هربت إلى الخارج، بينما الدولة استخدمت الاحتياطي الذي كان لديها والذي يقدر في آذار ب 8 مليار دولار، واستخدمت الاحتياطيات غير المعروفة التي هي تحت تصرف الرئيس، وأيضا قامت ببيع حتى الذهب الذي كان وديعة في المصرف المركزي، وبالتالي هذا يؤدي إلى وقوف الدولة السورية على شفا الإفلاس. هناك مساعدات تأتي وخاصة من إيران، حسب تقديرات تقرير الـIFC منذ شهر ونصف تكاليف يقدروا تكاليف العمليات العسكرية في سوريا ب 1.5 مليار دولار شهريا، وهذا رقم كبير جدا، بينما قدرت أوساط فرنسية أن الدولة السورية منذ شهر لديها بين 1.2 إلى 3 مليار دولار فقط، والتقديرات الأخيرة لا تزيد عن 3، وبالتالي هذا لا يكفي لأن تصمد الليرة السورية لفترة طويلة. إذا هذا حدث سيحدث انهيار هناك في سعر الصرف وبشكل متسارع، ويؤدي إلى ارتفاعات أسعار كبيرة. الدولة النظام يحرص حتى الآن بشكل كبير يساعده في ذلك، تقلص العرض ولكن تقلص الطلب بنفس الوقت، تقلص الطلب لأنه إنفاق الناس تقلص، السفر تقلص، المستوردات تقلصت، بنفس الوقت الدولة لا تستطيع أن تستورد حتى مشتقات نفطية إلا بشكل محدود، تعتمد على إنتاج سوريا المحلي وتكريره في مصفتي حمص وبانياس بطاقة بحدود 240 ألف برميل. الإنتاج النفطي اليوم انخفض حتى دون 200 ألف برميل، ولكن الاستهلاك المحلي بحد ذاته تراجع إلى حد بعيد. فهذا ساعد الدولة أن تستخدم هذا الاحتياطي لأن تدير أسعار الصرف بحدود أن يبقى في هذا المستوى حتى الآن. أريد أن أعرج فقط نقطة على الأستاذ سمير بخصوص المساعدات الإيرانية. المساعدات الإيرانية تصب في جانبين فقط، يعني أنا ورصدتهم المنظمات الدولية ورصدهم المحللين الاقتصاديين. الجانب الأول هو في واردات السلاح الخفيفة التي تستخدم ضد المعارضة السورية، والجانب الآخر في واردات البترول، وهي أيضا تستخدم لتمويل عجلة من الطائرات ومن الآلات الحربية. فتعقيبا أيضا أن الاحتياط النقدي استخدم أكثر في شراء الأسلحة، وخاصة بعد الحظر الدولي على شراء الأسلحة من روسيا في مارس الماضي، فبالتالي أدت سوريا باحتياطها النقدي إلى اتجاه إلى السوق السوداء وإيران لاستيراد الأسلحة، فبالتالي أنفقت أكثر من مليارات الدولارات في نفس الشأن. يعني في تقرير من الكونغرس الأمريكي من شهرين أكد أن مبيعات الأسلحة الروسية لسوريا خلال النصف الحالي ارتفعت بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، فهذا يعني نسبة عالية وصلت إلى مليار دولار مبيعات أسلحة. تفضلي. طيب سيد محمد، إذا ما عدنا إلى الليرة السورية بالتحديد، كم من الوقت تحتاج لأن تتخطى هذا الانهيار وتعود إلى النسب الطبيعية؟ صعب أن أحكم متى، لكن في ظل نضوب الاحتياطي النقدي الدولاري صعب أن تحتفظ الليرة بأي قيمة. حتى لو تدخل البنك المركزي السوري هيتدخل بماذا؟ هل لديه احتياط ليتدخل به لينقذ الليرة؟ هذا هو السؤال صعب الإجابة عليه الأيام القادمة. سيد سمير، ما أهمية الاقتصاد القوي لاستمرار الأنظمة؟ لا يمكن أن يقوم نظام قوي ب
بدون اقتصاد قوي، لأن الاقتصاد القوي يستطيع أن يؤمن ما تحتاجه الدولة من نفقات للبنية التحتية لإنفاق على جهازها الإداري، وبنفس الوقت لكي تنفق وتؤمن مستوى معيشي جيد للناس كي نكسب رضا الناس، لأن شرعية أي نظام تشتق من خلال تأمينه مستوى حياة لائق وخدمات لائقة إضافة الأمن والاستقرار. عندما يصبح النظام غير قادر على تأمين أمان وأمن واستقرار وعيش كريم وحياة تتحسن بينما بالعكس يحدث العكس، هذا النظام عموما يفقد شرعيته. فلا يمكن لأي دولة أن تبقى قوية وتنمو قوتها ما لم تقوم على أساس اقتصادي قوي، لأن الاقتصاد يخلق السلع والخدمات التي تستهلك، سواء كانت سلعة شخصية مثل ما نأكل ما نشرب ألبستنا، أو سلع عامة مثل الخدمات العامة البنية التحتية إلى آخره. فالاقتصاد دوره حاسم في اشتقاق الشرعية للدول وفي نفس الوقت في الحفاظ على قوتها، وتدهور الاقتصاد يشكل مقدمة لتدهور النظام السياسي، إما نحو انقلابه إلى نظام سياسي آخر، أو قد تمر بمرحلة من الفوضى إذا لم يكن البديل قادر على أن يمسك بالأرض بشكل قوي. سيد محمد، اقتصاديا إلى متى النظام السوري برأيك ممكن أن يصمد؟ ولولا الدعم الخارجي هل كان صمد كل هذه الفترة؟ نتحدث عن أكثر من عام اليوم وعن إنفاق كبير، يعني ذكر حتى سيد سمير في أرقام خيالية صرفت من قبل النظام على أكثر من مليار، هنا نتحدث يعني طوال الفترة الماضية كان الدعم الأساسي الاقتصادي يأتي عن طريق روسيا وإيران، وهذا الدعم ما زال حسيسا، يعني ما زال بسيطا لا يذكر، وخاصة في ظل الحظر الدولي الذي يزداد يوما بعد يوم. لكن أود أيضا أن أشير إلى البنى التحتية في سوريا الآن في ظل الحرب باتت يعني تحتاج إلى ملايين بل بلايين الدولارات، وفقا لما أعلن سابقا مدير هيئة الاستثمار السورية السابق أن البنى التحتية تحتاج إلى 40 بليون دولار حتى العام 2015 في سوريا، علاوة على أن هناك نقص يبلغ 3 جيجاوات من الكهرباء في سوريا حتى نهاية العام 2012. فإذا سوريا داخلة على انهيار اقتصادي كامل في مختلف القطاعات، وفي سواء داخلية أو خارجية، وما زال النظام السوري مصر على دفع النقد الأجنبي وما يمتلك من باقي احتياط في واردات الأسلحة واردات البترول التي تستخدم لقمع المعارضة السورية. شكرا جزيلا على وجودكما السيد سمير سعيفان، معارض مستقل واقتصادي سوري. شكرا لك سيد محمد عبد الظاهر، صحفي اقتصادي متخصص، أهلا وسهلا فيكم.